لا ما تقلقوش، مش هنعمل في الضلمة، احنا هننور دلوقتي النور اهو، النور جه، وندخل بقى على الكلام اللي انتوا عايزينه بلاشر ثابت. انا يعني مش هنجري كتير ورا بعض، تمام؟ احنا انا هقول لك كده على الخلاصة حرفيا، حاجة كده من الاخر. هو راح فين يا ولاد؟ اهو اهو مستخبي، بس على مين؟ اهو عرفتوا، بلاشر مايتين خطير، الواناته كلها حلوه، ثابت ثبات ده يعني يخضك يعني بجد. لا ما بهزرش، تتخضي من ثباته. الدرجه اللي معايا دي 206 درجه كده، على اورنج شويه كده، حاجه كده صيفي كده سنه. ثباتها زي ما بقولك بقى مرعب، تمام. عندنا كمان من البلاشرز، خلينا الفيديو ده بس البلاشر الكريم. عندنا دوت من ايفر بيوتي، ده ماجيك، هو اصلا شفاف خطير، انزلي بيه البحر والله ما تتبلي يعني. لا خدي كلامي ثقه، لا يعني ما تقلقيش. يعني نقول بقى حاجه ثالثه بتاع بريتي وومن، وده اصغرهم حجما واقلهم سعرا. دوت حجمه صوانطط كده زي، مش عارفه كام ملي، 5 ملي ولا 8 ملي اهوت، وبكام؟ وب20 جنيه بس. هل من مقترحات او اسئله؟